بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض سلسلة حلقاتنا اللي بدأناها في حل الكتاب الشامل على الوحدة الثانية جزء الهرمونات 125. لو كان لخلايا العظام أن تكافئ لكافأت هرمون. العظام لو عايز يكافئ هيكافئ مين؟ ماشي، لو العظام عايز يكافئ هيكافئ مين؟ هل هيكافئ الثيروكسين ولا الباراثيرمون ولا الكورتيزون ولا الكالسيتونين؟ واحدة واحدة كده. العظم مين الهرمون المهم دي في الهرمونات الأربعة؟ مين المهم الهرمون اللي بيحافظ عليه اللي بيدعمه اللي بيزيده صلابة اللي بيزيده قوة؟ ها، مستنيك تقول. 1 2 3 4 5. أحسنت، الكالسيتونين. ليه؟ ما هو ده اللي بيدي صلابة للعظام، هو ده اللي بيرسب الكالسيوم في العظام، بيخلي العظام عندي صلبة. إنما الكورتيزون لا، ده بتاع أيض. الباراثيرمون ده بيخفض مستوى الكالسيوم، بيرفع مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق السحب من العظام، ده العظم بيكرهه. الثيروكسين ده ايض برضه. نيجي مع بعض عندنا 126. اقرب الغدد ميكانيا ووظيفيا للغده الدرقيه. ها، اقرب الغدد ميكانيكيا ووظيفيا، ميكانيا ووظيفيا للغده الدرقيه. لو قال لي مثلا جار درقيه حلو ماشي، اهي في ظهرها على طول، والاثنين وظيفتهم ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. ماشي، طيب هل موجودة؟ لا مش موجودة، عندي نخامية ولعابية وتيموسية ولا توجد إجابة. يا دي التيموسية، احنا التيموسية بتبقى ضيف خفيف، فبالتالي لا توجد إجابة صحيحة نصبر عليها. الغدد اللعابية هي اللي جاب الغدة اللعابية للغدة الدرقية. الغدة اللعابية بتفرز لعاب، واللعاب أي نعم فيه إنزيمات هاضمة بتهضم البكتيريا والميكروبات، تمام، لكن ملهاش دور في إفراز الهرمونات، مش ملهاش دور. الغدة النخامية لا توجد إجابة صحيحة. طب الغدة النخامية فيها علاقة بينك ما بين الاتنين مكانيا؟ والله الاتنين قريبين لبعض، دي في الراس من فوق ودي تحت منها، يعني بينهم وبين بعض مفيش 20 سنتي، قريبين من حيث المكان. طيب من حيث الوظيفة، الاقي الدرقية الثيروكسين دي دور في الأيض، النخامية لها جروث هرمون أو هرمون النمو برضه ليها دور في الأيض، فلا الغدة النخامية هي الأفضل عندي. لا توجد إجابة صحيحة. خلاص، النخامية اتنين مرتبطين وظيفيا عن طريق ضبط معدلات الأيض أو النمو في الجسم. نيجي مع بعض ال 127. تنبيه البنكرياس لإفراز إنزيماته. البنكرياس بيتنبه عشان يفرز إنزيماته. يا ترى هل التنبيه عصبي؟ ما احنا عرفنا إن أحد العلماء قام بقطع جميع الاتصالات العصبية الموجودة، تمام، وبالتالي عرفنا إن مفيش اتصال عصبي ما بين البنكرياس وما بين الهرمونات اللي بتفرز منه، تمام. طيب مين العالم اللي كان معانا؟ كان أخ ستارلينج، لو انتوا فاكرين كان الدور بتاعه قطع لنا جميع الاتصالات العصبية اللي ما بين البنكرياس والأعضاء المجاورة، واكتشف إن البنكرياس بيفرز لكن ليس بتحفيز عصبي، تمام. طيب نيجي نشوف مع بعض بالنسبة لي الهرموني. ماشي، هل تنبيه بيكون تنبيه هرموني؟ هل تنبيه بيكون ألف وباء؟ هل لا توجد إجابة صحيحة؟ رأيكم يا شباب؟ هيبقى عندنا هرموني. ماشي، التنبيه بيكون ايه يا شباب؟ هرموني، لان احنا عرفنا مع بعض ان بالنسبه للسكرتين والكوليستستوكينين بيفرزوا من الامعاء الدقيقه ويتنقلوا عبر الدم، فبيحسوا العصارة البنكرياسيه ان هي تبدا تفرز الانزيمات العظيمه الخاصه بها، فده التنبيه الهرموني اللي احنا قصدنا عليه. التنبيه العصبي عرفنا ان البنكرياس بيفرز الانزيمات حتى بالرغم من قطع الاتصالات العصبيه. ماشي، فلو كان في اتصال عصبي كان في الحاله ديت هيتوقف عن افرازاته، ولكن ستارلينج كلوب برنارد اكد لنا ستارلينج اكد لنا ان مفيش اي اتصال عصبي ما بين البنكرياس وغيره، تمام. ومن هنا كنا نستنتج ان التنبيه بيكون تنبيه غير عصبي، فبالتالي هنشطب عصبي. نيجي مع بعض ال 128. تتناسب كميه هرمون الكالسيتونين مع كميه الكالسيوم الزائده في الدم عن الحد الامثل. ايه العلاقه البيانية اللي ما بين الكالسيوم والكالسيتونين؟ كل ما يزيد الكالسيوم الكالسيتونين ايه اللي يحصل له؟ ها، زاد الكالسيوم ايه اللي بيحصل للكالسيتونين؟ يفرز ولا يقل؟ كالسيوم زيادة، كالسيتونين يعمل ايه في الكالسيتونين عشان يخفضه؟ يبقى زيادة الكالسيوم تؤدي لزيادة الكالسيتونين، يبقى العلاقة بينهم علاقة طردية. ماشي كده يا شباب، حبينا نرسم مفيش مشكلة، ادي العلاقة بتاعتي وبرسم عند خط بالمنظر ده كده، يميل شوية يجي هنا شوية مفيش مشكلة، المهم هيفرز معايا طول ما الكالسيوم زيادة هيبدأ يفرز معايا كالسيتونين.
تمام، لحد ما يبدأ ينخفض الكالسيوم من تاني هيرجع المعدل يتوقف. وضحت؟ نيجي مع بعض عندنا زيادة إفراز هرمون الباراسلمون يؤدي إلى زيادة إلى ظهور. كل ما الباراسلمون يزيد، السؤال ده احنا قلناه من شوية، لو ظهرت معانا زيادة في إفراز الباراسلمون إيه اللي هيحصل؟ قرحة في المعدة والاثنى عشر، ما جبناش أي حاجة خاصة بالقرحة، تضخم في الكبد والطحال ولا ليه دور في الموضوع ده، زيادة السكر في الدم برضه ملوش أي دور في زيادة السكر، تمام؟ احنا عرفنا إن هو يعمل على سحب الكالسيوم من العظام للحفاظ على تركيزه في الدم، فبالتالي هنعاني من لين العظام. نيجي مع بعض 130، جميع ما يلي تأثيرات لهرمون الأدرينالين ما عدا، كل اللي جاي ده تأثيرات من هرمون الأدرينالين ما عدا واحد منهم، ماشي؟ ارتفاع معدل ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع معدل التنفس، انخفاض مستوى السكر في الدم. واحدة واحدة. الأدرينالين بيفرز امتى؟ في حالة الطوارئ، خوف، قلق، توتر، دفاع، هروب. طيب وانت خايف وانت بتجري من الكلب، من الكلب مثلا، ها ضربات قلبك عالية؟ ايوه بيحصل. بيرتفع معدل التنفس؟ ايوه فعلا بتلاقي تنفس سريع. ضغط دمك، ضربات قلبك سريعة بقوة؟ ايوه بيحصل. انما انخفاض مستوى السكر في الدم، لو السكر في الدم بتاعك قليل يبقى في الحاله ديت هتفصل، كان عربيه مفيش فيها بنزين مش هتقدر تتحرك من مكانك، تمام؟ لكن مستوى السكر بيكون عند مرتفع نتيجه ان الادرينالين حفز الكبد لاخراج الجليكوجين المخزن فيه اللي جلوكوز في الدم، فيبقى الاجابه بتاعتك انخفاض مستوى السكر في الدم. 131، اي الهرمونات الاتيه تكون ذائبه في الدم؟ مين من الهرمونات ديت بتدوب في الدم؟ قبل كده يا شباب واعذروني انا اسف، المره اللي فاتت كنت انا قلت لكم ان انا هضيف الفيديو 11 الهرمونات، فرق ما بين الهرمونات المحبه للماء والمحبه للدهون، تمام، ونسيت اضيفها في قلب الفيديو، فانا باذن الله هحط لكم على منتدى النقاش بتاع اليوتيوب، تمام، هضيف لكم الصور عليها تطلعوها في اي وقت. فجاي بيقول لي دلوقتي اي الهرمونات الاتيه تكون ذائبه في الدم؟ مين اللي تدوب في الدم؟ احنا الهرمونات اللي بتدوب عندنا في الدم لازم تكون هرمونات محبه للماء، لازم تكون هرمونات محبة للماء، تمام؟ هرمونات محبة للماء أشهرها هرمون النمو اللي بيفرز من الغدة النخامية، لكن القشرة الكظرية هي هي هرموناتها استيرويدية، احنا بيسموها الاستيرويدات أو كورتيكوستيرويدات لأنها اسمها هرمونات دهنية، وكذلك الهرمونات الجنسية برضه هرمونات دهنية. إذا حتى في سؤال قبل كده كان بيقول لي ليه القشرة الكظرية لونها أصفر؟ بيكون لونها أصفر لأنها غنية بالهرمونات الدهنية أو بتحتوي على دهون تستخدم في تصنيع الهرمونات الدهنية أو الهرمونات الاسترودية. لكن هرمون النمو ده هرمون محب للماء فبيذوب في الدم أو في بلازما الدم، لكن لو قال لي بيذوب في الدهون هختار أي حد من التلاتة الباقيين. طيب جاي بيقول لي 132، الشكل البين لوضع تركيز سكر الجلوكوز في الدم لشخص سليم والهرمونات المنظمة له، تمام؟ طيب وجاب لي ثلاث اشكال بينيه، واحد تركيز السكر عنده عالي، الشخص ده اكيد مريض بالسكر طالما تركيز السكر عنده عالي، تمام، او وسط ماشي يعني بيعلى شويه ويرجع ينزل، يعلى شويه ويرجع ينزل، تمام، وده عندنا عين شغال في المستوى الطبيعي، ماشي. المطلوب بقى يشير الرمز النقط الى تركيز سكر الجلوكوز في الدم. طب يا ترى احنا عايزين الجلوكوز في الدم، يعني مثلا مين فيهم بقى هو بيقول الشكل وده تركيز السكر في الدم لشخص سليم؟ قال لي التركيز، ماشي ده التركيز. طب وده الزمن اي بي سي، يعني فترات زمنيه مختلفه، مين يا ترى من دول اللي هو تركيز السكر؟ طيب الاعلى عندنا دايما بيكون السكر ولا بيكون الهرمونات؟ الاعلى في التركيز في الدم، هل سكرك ولا هرموناتك؟ السكر 80 على 120، 80 صايم 120 فاضل. طيب بالنسبه للهرمونات هل تفرز بنفس النسبه ولا بالملي جرامات؟ التركيز قليل جدا، فاكيد اعلى واحد، تمام، ده اللي هو هيكون السكر، فبالتالي انا عرفت ان السين ده اللي هو التركيز العالي اللي هو تركيز السكر في الدم. الهرمونات المنظمه لوجوده في الدم، نبص هنا مع بعض، هنا كان ده عالي السكر عالي صح؟ ايوه مستوى السكر هنا كان عالي، مين اللي كان عالي؟ صاد ولا عين؟ الاسود هنا كان عالي عشان منزله، يبقى صاد الانسولين. وضحت؟ طيب نيجي هنا كان منخفض السكر، جيت بصيت لقيت عين هو اللي ارتفع عشان يعوض لي السكر ويزوده له، رجع السكر للمستوى الطبيعي. يعني مثلا لو انت بصيت للمستوى الطبيعي بتاعنا المفروض ان السكر يكون على المستوى ده، تمام، لو انت لاحظت ان في حالة الانخفاض هنا عين ارتفع شوية، في حالة الانخفاض هنا عين ارتفع شوية، يبقى انخفاض السكر مع عين. طب بالنسبة لي ارتفاع السكر، ارتفاع السكر، السكر مرتفع مباشرة ارتفع مع صاد،
وضحت؟ طيب انت كده تقدر تعرف الهرمونات. الهرمونات المنظمة لوجوده في الدم، مين الهرمون المنظم لوجوده في الدم، لوجود سين في الدم او لوجود السكر في الدم، تمام؟ هيكون مين؟ ها، هل سين بس ولا صاد بس ولا اتنين مع بعض؟ ماشي، هيكون الاتنين. ليه؟ ايه اللي عرفك ان هما الاتنين؟ لان الاتنين تركيزهم منخفض. الهرمونات، لان هو اتكلم عن هرمونات جاب الاتنين، ماشي. انما لو قال لي هرمون واحد، الهرمون الذي يساعد على امتصاصه في الامعاء، يخليه يمتص من الامعاء، يزيد معدل امتصاصه، هيكون هرمون مين؟ هل الانسولين ولا الكورتيزون ولا الجلوكاجون ولا الثيروكسين؟ ما تخدعش بالرسمه، تمام. احنا عندنا الهرمون اللي بيساعد على امتصاصه في الامعاء الانسولين، شغلته في الدم بس، هو الجلوكاجون. الانسولين يقلل، الجلوكاجون يرفع، تمام. لكن هل له دور في امتصاصه من الامعاء؟ لا، الوحيد اللي له دور في امتصاص السكريات الواحده من الامعاء اللي هو الثيروكسين. مع تركيز الجلوكوز في المرحله ايه؟ المرحله ايه؟ تركيز الجلوكوز كان هنا عندي منخفض، حلو. وبعدين نشاط يبذله الجسم بعد تناول وجبه غذائيه، نشاط يبذله الجسم مصحوب بانخفاض الانسولين، نشاط يبذله الجسم مصحوب بزياده الانسولين، نشاط يبذله الجسم مصحوب بنقص الجلوكاجون، ماشي. هل يا ترى من خلال الرسم البياني، لازم الرسم البياني يكون قدام عينينا عشان نشوف البدائل، تمام. هنا جاي بيقول ان السين كان مستوى السكر كويس وبدأ ينخفض مستوى السكر، تمام. يعني في المرحلة ايه كان السكر معدله طبيعي وفجأة بدأ ينزل عند مستوى السكر. انت ينزل مستوى السكر اكيد انت عملت نشاط، تمام. النشاط ده ادى لانخفاض السكر في الدم. هل عندنا نشاط يبذله الجسم، نشاط يبذله الجسم، نشاط يبذله الجسم، نشاط يبذله الجسم، يعني عند الجزء الاولاني مفيش فرق بينهم، تمام. طيب بعد تناول وجبه غذائيه، لو انت تناولت وجبه غذائيه ما كانش مستوى السكر نزل، فدي ما تنفعش معانا. مصحوب بانخفاض الانسولين، لو انخفاض الانسولين ماشي، يعني معناه السكر كان مرتفع، السكر مرتفع، فمعناها ان في الحاله ديت الانسولين يجي فيقلل لي. نشاط يبذله الجسم مصحوب بزياده الانسولين، تعالوا كده نشوف. ها الصاد، شوف السين كان مستوى طبيعي عالي وجا الصاد ارتفع شويه، فارتفاع الصاد اللي هو الانسولين ادى الى انخفاض السكر. يبقى الصاد عندنا هو السبب، تمام. يبقى احنا عندنا زياده الانسولين اللي جت ادت الى انخفاض السكر في الدم، فيبقى الاجابه بتاعتنا اللي هي دي. مع تركيز الجلوكوز في المرحله دي، الجلوكوز في المرحله دي، هذا الجلوكوز تركيزه مرتفع. طب ايه اللي خلى السكر مرتفع عندي؟ ده صاد عندنا هنا هو تي، تمام، كان مرتفع. طب صاد عندنا هنا مين في الحاله ديت يا شباب؟ اللي ادى لارتفاع السكر ده جلوكاجون، تمام. طيب عندنا جلوكاجون، فجاي بيقول دلوقتي بعد تناول وجبه غذائيه يليها زياده الانسولين، تناول وجبه غذائيه وزاد معانا الانسولين، ماشي. يعني هو اكل اكله في حد في الوقت ده مثلا، حصل وجبه غذائيه وبالتالي ارتفع مستوى السكر في الدم، تمام، والانسولين بدا يزيد معانا، ممكن انخفاض ملحوظ في تركيز الجلوكاجون، الاقي الجلوكاجون فعلا كان عند مستوى منخفض فعلا، صح. زياده تركيز الانسولين، احنا لسه قايلين في الفقره الاولى نفس الكلمه، زياده تركيز الانسولين فعلا كان زياده عندي، فلي عندي الاحتمالات الثلاثه ينفعوا معايا، فيبقى جميل، ما صح. نيجي مع بعض ال 133. الهرمون الذي يستحس انقباض الجدار العضلي للرحم اثناء الولاده تفرز من الهرمون اللي بيحث عندنا انقباض عضلات الرحم عشان يحصل ولاده، هل يا ترى من الغده الكظريه؟ لا، ولا البنكرياس ولا الدرقيه؟ احنا عرفنا ان هو من الغده النخاميه، بيكون عندي من الفص الخلفي،